بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تاريخ 6/6/2022، مثل ما تشوفون نعناع على الرشاشات، الرشاش المطري او الربابي. بين الرشاش والرشاش مترين ونص ما شاء الله. النعناع مثل ما تشوفوا ممتاز، والنمو غزير. اهم شيء قبل لا تزرع الارض انك تنظفها من الحشائش والاعشاب. هني يبين الارتفاع ماله، ارتفاع النعناع. بس يوصل الارتفاع مال النعناع الى 25 سنتي، ما يتخلى اكثر من ذلك، يجب انه يقص ويتوصل للسوق على حسب الطلب اذا كان الربطة كبيرة او صغيرة. وهذا هو زراعة حقلية خارجية في عز الصيف. يعطيكم الف عافية.